وامام هذا السلوك الغريب وهذا مرتبط بقرار المنع، فاننا كفيدراليين وكنواتيين على وجه الخصوص نحمل المسؤوليه لكل المنتخبين على المستوى المحلي، كانوا محليين او جهويين او وطنيين، وندعو كافه الهيئات السياسيه والنقابيه والجمعويه ورجال الاعلام بالاقليم الى الوقوف جنبا واحدا في وجه كل من يريد مصادره هذه الفضاءات العموميه التي تعتبر المتنفس الوحيد ديال الاباء الاقليم لا يتعدى 40 واحد. هدف كتابي في انتظار الشتوي اللي غادي يعطيه واحد جوج ولا ثلاثه من دوك 60 اللي غادي يمشيو. بالنسبه للعاملين بالمختبر زمنا دور 14 من اصل 172 فيما يخص المكلفون بالمختبر. الممولون 14% تقنيو الجلاء 0/10. واللي غادي يشتغلوا في التعليم الابتدائي 43/444 في انتظار دائما الشفوي. النقطه الاخيره التكوين المستمر. من طبيعه الحال الموقف ديال النقابه الوطنيه للتعليم ان هذا التكوين اولا يجب ان يكون تكوينا في المستوى، لان الظرف الزمني الذي يجرى فيه التكوين غير مناسب. ثم ثانيا الاغلفه الماليه التي تخصص غير مناسبه، رغم ان الوزاره خصصت مبالغ ماليه كبيره جدا. المدمن على الكيف يؤدي السرطان. التجربه مقلوبة ان اللي كيتعاطى الكيف بزاف ما غاديش ما عمره يكتشف السرطان. هذه البارحه نفس الشيء وقع في الماده ديال التربيه الاسلاميه وفي اللغه العربيه تعطي المواضيع ديال البكالوريا ديال السنوات الاخيره تقريبا 3 سنين. وهذه الامور كلها احدثت واحد البلبله داخل الاقسام واثناء جريان الامتحان. الشواهد الطبيه وعندكم هنا واحد الوثيقه غادي نعطيها لكم في الاخير. هذه الشواهد الطبيه كتوصل تقريبا 25,000 شهاده حتى 30,000 في 3 شهور في هذا الاقليم الساعي. وعندنا اساتذه اللي تغيبوا اكثر من 1500 يوم وهم لا يتعدى يعني تعينهم هنا في الناظور 5 أو 6 أو 7 سنة. مع دور الصحة لمناقشة هذا الوضع إلى حد الآن رفض باش يتلاقى معنا، لأن هناك لوبيات أخرى يمكن حولت هذا إلى مجرى آخر. وهذه الشواهد الطبية كتخلق واحد البلبلة خطيرة جدا داخل الأقسام، خاصة الأقسام النهائية. وإذا أردتم أن تتأكدوا مثلا في بعض المؤسسات التربوية عندنا السنة الثانية لم تدرس الفرنسية في مجموعة من المؤسسات، بطبيعة الحال خاصة للتلاميذ المتفوقين. إقصاء التلميذ سنة كاملة في السنة الثانية باش ما يدرسش الفرنسية، عرف يمكن في بعض المدن يمكن تكون ثورة.